ولنقاش الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وحكومة الكاظمي ومصير وجود القوات الأمريكية في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري. أهلا بكم سيدي. حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة. أستاذ نظير، وردت أنباء عن استمرار وجود القوات الأمريكية والتحالف الدولي بالعراق، ما الذي تغير إذن؟ يعني الحقيقة ما شهدناه واللي كان معظم وسائل الإعلام تنتظر الإعلان عن خبر توصيف القوات الأمريكية في العراق كان يعني متوافق مع التوقعات، وهو مجرد تغيير عنوان هذه القوات من قوات قتالية إلى قوات هي للتدريب والإسناد. فالحقيقة ستكون القوات الأمريكية باقية في العراق ونفس أعدادها إذا لم يزيد العدد، يعني هذا تابع للظروف، وبالتالي لم تستطيع الأحزاب الشيعية ولا الميليشيات فرض إرادتها على انسحاب القوات الأمريكية، وسيبقى الحال كما هو لكن مع اختلاف التوصيفات. وصفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية ما يجري في الحوار الاستراتيجي بأنه إلهاء تكتيكي بين بايدن والكاظمي، ما الحاجة إلى هذا التكتيك بين واشنطن وبغداد برأيكم؟ يعني أنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية تحاول أن ترفع الحرج بعض الشيء عن مصطفى الكاظمي، وبسبب ما يتعرض له من ضغوطات من قبل هذه الميليشيات الولائية والتي تريد انسحابا تاما لكل الجنود والقوات الأمريكية من العراق، وبالتالي فتعتقد الإدارة الأمريكية بأنها من خلال تغيير صفة تواجد القوات الأمريكية من قوات قتالية إلى قوات تدريب وإسناد بأنها سترفع هذا الحرج عن مصطفى الكاظمي. لكن يعني ما أعتقده أن هذه المحاولة يعني لن تنفع مع مثل هذه الميليشيات، لأن الراعي الإيراني يدرك بأن أي تغيير عسكري لم يحدث بتغيير هذه التوصيفات، وسوف تستمر يعني ربما الضربات التي يعني تقوم بها هذه الميليشيات وعمليات التحرش بالقوات الأمريكية سوف تستمر، ويعني يبقى الفوضى الأمنية متواجدة في العراق ولن يحدث تغيير حقيقي لهذه الفوضى الأمنية. في هذا السياق بالحديث عن التغيير، ما الذي تغير اليوم عن الأمس بالنسبة لرؤساء الأحزاب والميليشيات التي أتت مع الغزو الأمريكي للعراق والتي تطالب بخروج كل القوات الأمريكية؟ طبعا يعني هذه الأحزاب جميعا يعني التي كانت تصف القوات الأمريكية بأنها قوات صديقة وقوات محررة من النظام الدكتاتوري السابق، الآن تنقلب وفق وجهة واعتمادات إيران إلى وصف القوات الأمريكية بأنها قوات محتلة ويجب يعني محاربتها وإخراجها من العراق، وهي يعني الآن تدعي بأنها يعني بالأخص الميليشيات تدعي بأنها هي فصائل مقاومة، والحقيقة هي لا علاقة لها بالمقاومة، والمقاومة العراقية معروفة من قبل العراقيين، وأيضا يعرفون العراقيين بأن هذه الميليشيات كانت أحد الأسباب التي ساندت الاحتلال في محاربته للمقاومين الحقيقيين. لذلك الآن نعم، المعذرة على المقاطعة، كيف يفسر تأخر حكومة الكاظمي في المطالبة بخروج كل القوات الأجنبية الموجودة في العراق وإيقاف التدخلات الخارجية بما فيها الإيرانية، وهذا مطلب من مطالب الشارع العراقي في الحراك الشعبي؟ يعني هو الكاظمي يحاول يعني عقد موازنة ما بين ما تريده الولايات المتحدة منه وايضا ما تريده ايران منه، وانا يعني اعتقد ان عقد مثل هكذا توازنات هي من المسائل الصعبه اذا لم تكن مستحيله، فليس من المعقول انه يكون يعني مصطفى الكاظمي وحكومته هو يعمل لمحتلين بنفس الوقت. الحقيقه الوضع في العراق هو يعاني من احتلالين حقيقيين، هو الأمريكي والإيراني،
وبالتالي الموافقة والموائمة ما بين هذين الاحتلالين أمر صعب يعني، وليس بالسهولة التي يتوقعها. وأعتقد أن بمجيء مصطفى الكاظمي سيجد أن الأمور قد انقلبت، ويجد أن الأحزاب الممسكة بالسلطة قد تنافرت أكثر وأكثر. اليوم خرج يعني قبل نصف ساعة خرج تصريح لمقتدى الصدر يمتدح الكاظمي وما حققه من نتائج، وبنفس الوقت الميليشيات أخرجت بيانا لها بأنها رافضة لكل مخرجات هذا الحوار وأنها سوف تستمر بضرباتها. يعني هذا الحوار لن يحقق أي استقرار على الساحة العراقية، وستبقى المشاكل وربما تتفاقم في المستقبل القريب. كيف يفسر استمرار الدعم الأمريكي لحكومة الكاظمي رغم الفساد الذي ينخر الدولة وتسلط الميليشيات؟ يعني الحقيقة الإدارة الأمريكية أو أي محتل يعني هو لا يعنيه كثيرا مدى فساد هذه الحكومة أو نزاهتها، بقدر ما يعنيه مدى تحقق مصالحها ونفوذها في هذا البلد. فيعني دعمها لمصطفى الكاظمي هي تراهن على أنه سيقف أمام النفوذ الإيراني ويقلله ويعمل لصالح النفوذ الأمريكي. وإذا ما كانت هذه الحكومة فاسدة أو الجهاز الحكومي كله فاسد، هذا الأمر ليس من اهتمامات الإدارة الأمريكية بالشيء الكثير. هي يكفيها أن تحافظ على ما تحققه من نفوذ وتحجيم للنفوذ الإيراني. هذه حقيقة التعامل الأمريكي مع العراق. ما مصلحة العراق بالبقاء ساحة للتجاذبات الأمريكية والإيرانية؟ طبعا بالتأكيد العراقيون جميعا متفقون بأن لا مصلحة بأن يكون العراق مجرد ساحة صراع ما بين هذه القوى، سواء كانت قوى يعني في الجوار أو قوى عالمية مثل الولايات المتحدة. والصحيح أن يتخلص العراق من جميع هذه الأنواع من الاحتلالات ومناطق النفوذ واستعادة سيادته مرة ثانية، لكن هذا الأمر من غير الممكن أن تحققه حكومة مثل حكومة مصطفى الكاظمي أو غيرها من الحكومات التي ربما تأتي مستقبلا. إنما هذه هي مهمة الشعوب، والشعب العراقي يجب أن يعمل على استعادة زمام الأمور ومسك السلطة الحقيقية والعمل على استقلال هذا البلد وتطهيره من نفوذ كل هذه البلدان. هذا المسار الحقيقي الذي يحقق الرفاهية لهذا البلد ويحقق التقدم لشعبه. وإلا إذا بقينا على هذا الحال فسنبقى ندفع ثمن الصراعات الخارجية من دمائنا ومن اقتصادنا ومن صحتنا ومن كل الأمور. هذا حقيقة الأمور. شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث السياسي الأستاذ نظير الكندوري، حدثتنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.